انا زي ما انتم شايفين للاسف ما ينفعش اختار الملفين، فانا اللي هعمله ان انا هاخد ملف تفصيل المبيعات الاول واقول له كونكت، وهنشتغل على تفصيل المبيعات وهنشوف ازاي بعد كده هنضيف الملف بتاع الدول ونطلع التقرير على مستوى الدوله بان احنا نعمل زي ما قلنا بليندنج للداتا، نعمل ريليشن، الريليشن هنا يكون اسمها بليند. طيب طالما اتكلمنا عن المصطلحات في الجوجل داتا ستوديو يبقى نكمل كلامنا في نفس الكونسبت. انا عاده كنت بسمي عناوين البيانات في الاكسل او في الاكسس كنا بنسميها فيلد، حقل، هو حتى هنا بيحتفظ بنفس الاسم فيلد، يعني كل البيانات اللي تحت كلمه governor للمحافظه هي بيانات، لكن كلمة المحافظة نفسها ده فيلد. زي مثلا لما اقول انا عايز اعمل جدول اجمع فيه بياناتك، فبجمع الاسم، الرقم الوظيفي، الراتب، الثلاث معلومات دول فيلدز، كل ما املاهم بيديني ريكورد. هنا في جوجل شيت انا عندي مصطلحين مختلفين، عندي دايمنشن وعندي ماتريكس. كل ما اجي اقسم البيانات الحاجه اللي هقسم على اساسها هتبقى دايمنشن، يعني انا عايز اقسم البيانات دي على حسب المحافظه فيبقى الدايمنشن بتاعي المحافظه. اي حاجه هعمل عليها عمليه رياضيه او هعمل عليها التحليل هسميها ماتريكس، فانا عايز اجمع الارباح يبقى الارباح في الحاله دي ماتريكس. عايز اعد البرودكت طالما هعمل عمليه حسابيه يبقى اسميها ماتريكس. طيب انا كده بقى عندي داتا سيت جوه الداتا سورس، الداتا سيت دي مبنيه من ملف اسمه تفصيل مبيعات. كمان هو هنا اتعرف على نوع البيانات، ده ديت، ده تيكست، ده نمبر، وهكذا. خلاص كده انا عملت اول داتا سيت في الداتا سورس بتاعتي، فاقدر اعمل كرييت ريبورت. يبقى انا انتقلت مباشره من الداتا سيت، على فكره خلاص ينفع ارجع للجوجل داتا ستوديو واصبح تحت الداتا سيت عندي داتا سيت اسمها تفاصيل المبيعات نوعها جوجل شيت، وانا عملت ريبورت هيظهر لي هنا كل الداتا سيت بتاعتي. انا الريبورت ده حاليا بيستخدم الداتا سورس اللي اسمه تفاصيل المبيعات وهو لوحده عمل لي تيبل. انا هحذف بس التيبل ده وهنشوف ايه مكونات الريبورت. زي ما ده هنسمي الريبورت ده المبيعات.